السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. المتتبعين الاوفياء العزاز ديولي، اليوم شفت لكم عرض لواحد المنزل حر. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالو، راه بثمن جد مناسب. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالو، كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا وعلى الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي. شكرا لكم، وكنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون كنفيدكم، ونكون خفيفه على قلوبكم على بركه الله. بالنسبه لهاد الدار، هذه دار حره، دار جميله، كتواجد في شارع جدار الدار البيضاء. المهم تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هاد الشقه هذه، عفوا بخصوص هاد الدار هذه. دار جميله ما شاء الله، وجات في موقع ممتاز، جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين، يعني كل شيء كاين حداك. بالنسبه للدار، راه دار حره، فيها الطابق الاول والطابق الثاني، وفيها السطح حتى هو مبني، فيه النص ديالو كاين السطح. بالنسبه للطابق الاول، فيه صالون تبارك الله كبير، فيه 7 متر طول، هذه إطلالة من النافذة على المحيط ديال الطابق الأول. بالنسبة للطابق الأول، كما قلت لكم، فيه صالون كبير، فيه سيجور كبير، وفيه غرفة النوم، وفيه مرحاض. وبالنسبة للطابق الثاني، فيه جوج البيوت، وفيه سيجور كبير، وفيه مطبخ، وفيه حمام. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هاد الشقه هذه، هاد المنزل هذا عفوا. وغادي نعاود معكم المعلومات بخصوص هاد الدار هذه. بالنسبه لهاد الدار هذه، راه دار حره، كتواجد في الدار البيضاء، شارع جدار، المجموعة 6، حي مولاي رشيد. بالنسبة للدار، فيها بروميير ايطاج، وفيها الدوزيام ايطاج، وفيها السطح، النص ديالو مبني وكاين السطح. هادو هما المعلومات. كتواجد قرب مسجد التقوى، وقرب مستشفى القرب. بالنسبة للثمن، سيتي يطلب فيها 68 مليون، قابلة للتفاوض. غادي نخلي لكم رقم صاحب المنزل، تواصلوا معاه ويكون خير. الله يسهل على الجميع يا رب، والله ييسر الأمور. بالنسبة للمنزل، راه جا في موقع زوين، جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين، راه كاين حتى الترام. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هذا المنزل هذا. وراه غادي نخلي لكم الرقم ديال صاحب المنزل، تواصلوا معاه ويكون خير، الله ييسر الامور للجميع يا رب. بالنسبه للجديد، راه دائما كاين الجديد، ودائما كاين بارتمات في متناول الجميع ان شاء الله. غادي نشاركهم معكم بخصوص البارتمان اللي تتواجد في إقامة نور سيتي، تروازيام ايطاج، تباعت وراه مازال كاينه بارتمان في تروازيام ايطاج في إقامة نور سيتي. والناس تيسولوا على بارتمان سفليه، راه كاين عندنا بارتمان سفليه عاليه، ريتشوسي عاليه، كاين لاكاف، وكاين الدريجات عاد باش كاينه البارتمان. بارتمان جميله، مصلوحه، نقيه، وكاين جريده، متراج كبير، بغا تباع لظروف الانتقال لمدينه اخرى، لظروف العمل، فاللي بغاها الله يسهل عليه يا رب ويسر ليه الامور. كتواجد في حي الولاء، على شارع الترام، شارع محمد السفساف، وراه صاحب الشقه ناقص في الثمن، اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه للبارتمانات اللي تيتواجدوا عندنا في البرنوسي القدس، راه كاين بارتمانات اللي بغاهم مرحبا، كاين بروميير ايطاج، وكاين دوزيام ايطاج، وكاين بروميير ايطاج في الديور 3 سكان اللي كاينين، وعندك بارتمان في تروازيام ايطاج
تابعة للبارتمان اللي في بروميير ايطاج اللي بغاها مرحبا. بالنسبة للناس اللي تيسولوا على الأزهر، البرنوصي راه كاين عندنا بارتمان في الأزهر دوزيام ايطاج، بارتمان جميلة ميتراج كبير وبثمن جد مناسب. الناس اللي تيسولوا على اناسي، راه كاين عندنا بارتمان في اناسي، كاين عندي بارتمان قرب تيرمينيستران، بارتمان جميله 33 مليون دوزيام ايطاج اللي بغاها مرحبا. وكاين عندنا بارتمان في الديور 84 متر بروميير ايطاج. وكاين عندي بارتمان في السالم واحد كاين لاسانسور ومسجله محفظه اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للناس اللي تيسولوا على المعارف، راه كاين عندنا بارتمان في المعارف ميتراج كبير، بارتمان جميله ما شاء الله. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا على بورغون، راه كاين عندنا بارتمان في بورغون. بالنسبه لسيدي معروف، الناس اللي تيسولوا على سيدي معروف، راه حطيت لكم بارتمان جميله وحتى صاحبه الشقه راه نقصات في الثمن اللي بغاها مرحبا. كنتمنى يا رب دائما نكون كنفيدكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. وإلا عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وتشجعوني حتى أنا نزيد نحط أكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارطاج إن شاء الله غادي نشاركهم معكم. الناس اللي كيقول لي أنا ولا راه ما كيوصلناش الجديد، ما عليكم إلا تابونوا في القناة باش دائما يبقى يوصلكم الجديد في ما نحط شي لا فيديو جديد يوصلكم ان شاء الله. وبالنسبه لهذا المنزل، هذا راه منزل زوين، جا في موقع زوين، جميع المرافق حداك، يعني كل شيء كاين حداك وجميع المواصلات حداك كيتواجد في شارع جدار الدار البيضاء. وهذه إطلالة على المحيط ديال المنزل ديالنا. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بالناس يدخلوا جداد القناة، مرحبا بكم. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم يا رب ونكون عند حسن الظن ديالكم. بالنسبة للناس اللي تيسولوا على بارتمان في الديور في سيدي مومن حي الدومة، راه كاين بارتمان زوينين في الديور اللي بغاهم مرحبا. كاين البارتمان اللي تباع، بالنسبه للبارتمان ميتراج صغير تباعو، وميتراج كبير 100 متر راه مازال متوفرين عندنا بارتمان كبار. ومازال كاين عندنا بارتمان 66 متر حتى هي في الدوزيام ايطاج في سيدي مومن. بالنسبه للبارتمان اللي تيتواجدوا عندنا في جوهره تباعوا، والبارتمان اللي تتواجد في اليقين سيدي مومن راه مازال دوزيام ايطاج اللي بغاها مرحبا. الناس اللي تيسولوا على دار حره تجاريه، راه كاين عندنا دار في حي مولاي عبد الله الدار البيضاء، وكاين عندنا دار في الحي محمدي، وكاين عندنا دار في حي الصدري، ودار في جوهره دوزيام ايطاج، وكاين الكراج وكاين سطح. كما كتشوفوا معايا هذا هو السطح. فاللي بغى يجي يشوفوا مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا مع صاحب المنزل ويكون خير ان شاء الله، والله يسهل على الجميع والله ييسر الامور يا رب. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.